آخر أخبار الأزمات في قصة ثلاثي نادي الزمالك عبد الواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي. الجديد يا كابتن إن هو بعد ما تم التصالح أمس مع الأستاذ العميد اللي هو أبو سيف اللي هو مدير أمن ملعب الوحدة، اكتشف نادي الزمالك بوجود محضرين من شخصين تم الاعتداء عليهم، منهم أحد أفراد الشرطة، هو ده سر الأزمة وانفراد البرنامج حضرتك. يعني إيه؟ يعني الشخص اللي ظهر في الفيديو لابس أحمر اللي هو العميد أبو سلطان، ده تم التنازل بعد الجلسة اللي تمت في منزله في وجود الكابتن حسين لبيب والدكتور حسام المندوب والكابتن أحمد سليمان ونائب السفير المصري بمساعدة الأستاذ حازم فتوح وكيل اللاعبين، واللي بتجمعه علاقة طيبة بمسؤول نادي الوحدة وصديق شخصي لهذا الشخص الذي تم الاعتداء عليه. لكن تم في نهايه الجلسه نبههم، خد بالك بقى انفراد تاني لبرنامج حضرتك، هو نبههم ان هو هيتنازل الكترونيا عن المحضر والتقرير الطبي، وده تم بالفعل. نبههم ان في 2 اشخاص كمان تم الاعتداء عليهم وعاملين هم كمان محضرين، وده سر الازمه اللي محدش يعرفه. لذلك نادي الزمالك لما دفع 600,000 كفاله، درهم 600,000 درهم للثلاثة عبد الواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي، اللي أخر خروج اللاعبين ومدير الكورة حتى الآن إن المحضرين ما زالوا ساريين. وهو على فكرة يا كابتن مدحت، وبقول لحضرتك وبقول لكل المشاهدين، إن الشخص اتنازل عن حقه الشخصي، حقه الشخصي، لكن في هنا في القانون في الإمارات حق في حاجة المجتمع. اسمها حق العام، حق العام. فبالتالي الموضوع سيتحول إلى قضية، حتى لو خرج الكفالة ستظل القضية سارية. هذا بالنسبة للشخص الأول. أما القضية الثانية اللي هي تخص الاثنين الأشخاص اللي أنا بدي حضرتك الانفراد عنهم، لسه موضوعهم ما زال قيد التحقيق، وبكرة لسه في أحداث جديدة. ومن الوارد أن يدفع نادي الزمالك غرامة جديدة أو كفالة جديدة للثلاثي بشأن هؤلاء، بشأن الشخصين دول، لو تم التصالح مثلما تم التصالح مع الشخص المعتدى عليه الاول اللي هو مشهور عندنا اللي هو كان لابس احمر. وعايز اقول لحضرتك كابتن، مساعي كبيره حصلت وجهود مشكوره احنا من ساعه ما جينا، وانا كنت بسمع حضرتك في الانترو عن جهود ومساعي كل الناس هنا في دوله الامارات العربيه الشقيقه لينجح هذا الحدث. الناس مش متاخرين علينا في اي شيء يا كابتن، طبعا كل سبل الدعم والمسانده. وبالتالي تم برضه معلومه حضرتك بعد نهاية المباراة كابتن، الناس طلبوا من كابتن حسين انه ينهي الموضوع في الملعب، ينهي الموضوع في الملعب، لان الموضوع مش هينتهي ولسه هيبقى ابعاد تانية. لكن احنا في مصر او في الجانب نادي الزمالك فكرنا ان الموضوع هينتهي سريعا ومش هيحصل حاجة، لكن الامور تطورت يا كابتن، وبالتالي النهارده الازمة الموجودة حاليا هنا نادي الزمالك. طيب دلوقتي انت قلت لي عبد الواحد السيد معاهم، يعني عبد الواحد ثالث معاهم؟ المتهم الرئيسي في هذه القضية وفقا لتحقيقات النيابة وتحقيق الكاميرات هو الكابتن عبد الواحد السيد مدير الكورة، المتهم الأول والرئيسي. أنا بوصف التعريف المكتوب في المحضر وفي تحقيقات النيابة النهاردة. على فكرة هم قالوا النهاردة في تحقيقات اللعيبة ومدير الكورة إن هم الشخص الأحمر كان لابس مدني اللي هو العميد أبو سلطان، وهم ما كانش يعرفوا إن هو شرطي، وبالتالي حتى الموضوع لو حصل فيه سوء تفاهم، حصل فيه سوء تفاهم يا كابتن مدحت، وبالتالي تطورت الامور ووصلت الى هذا الحد. وبالتالي احنا في انتظار غدا. طيب هم حتى الان يا استاذ احمد حتى الان محتجزين؟ بالظبط يا كابتن، بالظبط يا كابتن، يعني هيباتوا النهارده في القسم؟ بالظبط كده يا كابتن، الثلاثه الثلاثه يا كابتن. طبعا مسؤول نادي الزمالك ما سابوش اللعيبه كابتن تقريبا، أيوة ما لهمش، مفهوم، لان هم حتى معالي السفير المصري في الامارات كان موجود في فندق نادي الزمالك حتى الساعه 4 الفجر، طبعا كان مستنيهم، طبعا مع الاسف، لان هو كان بعت معاهم نائب السفير وحصل الجلسه العرفيه او الوديه اللي شرحتها حضرتك في البدايه. تمام، يعني محدش. طيب انا سؤال سريع يا استاذ احمد، دلوقتي انا فهمت منك عشان لو انا فاهم صح ان الموضوع بتاع سيادة العميد انتهى، لكن في لسه 2، الاتنين دول لو ما قبلوش التصالح الامر هيستمر؟ هذا قانون بلد، هذا قانون بلد، احنا في دولة الامارات المساعي اول الموضوع يتحل يا كابتن، ان الاول يحصل مع الشخصين دول زي ما حصل مع العميد ابو سلطان،
ثم بعد كده الموضوع اتحول الى الحق العام او الحق دولة الامارات اللي هو في فكره ان القضيه تكون سريعه. السؤال الثاني معلش انا بقطعك عشان الوقت بس.